أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم، انطلق شوطنا الرابع في مجموع الأشواط، الشوط الأول للجعادين المهجنات لسن الإقذاع والإمتاع على الخير والبركة والمحبة. نسير إلى مقدمة هذه الأسماء وهذه الشعارات التي اجتمعت في هذا المهرجان الكبير. هنالك مقدمة الشوط مع هذا الشعار المسيطر على مقدمة الشوط وعلى صدارة الأسماء. يا سلام، هذا منحاش للسيد سيف بن راشد بن محمد بن ملاح المنصوري على المركز الأول، يليه مباشرة على المركز الثاني السنافي علي بن سالم بن حمد بن عيسى المنصوري على ثاني الأسماء. المركز الثالث والانتقالة الرائعة والمميزة، يا سلام، الوصول من قبل شباب خميس بن محمد بن خميس بن عويض المريخي، ويا مرحبا بالجميع. انتقل الى اسم الشبابي، يا سلام، سعيد بن سالم بن احمد بن دلي الفلاحي على المركز الرابع. الدور دور المركز الخامس، الوصول والانتقالة من المهيب سهيل بالعرج بن حمد برميلة العامري الواصل والمنطلق مع خامس الأسماء. المركز السادس أدهم سالب بسعيد بن منانة الاكتبي الواصل مع هذا البطل العملاقي أدهم. الله 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 الله، التسلل من الزاوية الأخرى، الوصول من شعار حمد بن عصري بن حب العامري مع جراح، وصوله مميز هذا الجراح الرائع والمميز، يا سلام. بينما وصول من سياف مبارك بن محمد بن فالح بن سيف الشامسي وانتقالته رائعة كذلك من مركز إلى مركز، وعينه مع الأسماء المتقدمة. مسيرتنا تسير على المركز الثامن، ناخذ التاسع هذا اللي وصل واللي غير واللي انضم على المركز العاشر، الله يا منذر حمد بن محمد بن عبيد الغفلي مع المركز الآن العاشر. إذا عشرة أسماء مميزة على مقدمة الأسماء بقيادة هذا البطل، هذا الرائع، هذا المميز، هذا الشباب المنطلق، هذا المسيطر بهذه الخطوات الواثقة. يا سلامي على مالك كذلك خميس بن محمد بن خميس بن عويض المريخي. الله 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 الله، الدور دور السنافي عز الله اسم على مسمى، السنافي علي بن سالم بن حمد بن عيسى المنصوري على المركز الآن الثاني، وبدوري أخذ المركز الثالث. الوصول والانتقالة الرائعة والمميزة مع المهيب وهذه الرتبة المميزة وهذه الرتبة القيادية. يا سلام، المهيب سهيل برميله العامري مبدع كالعادة مبدع. الله الله، وصلت الأسماء. بدأت الشعارات في ضغط قوي على المقدمة وعلى الصدارة. سياف الشامسي وصل، ينتقل من مركز إلى مركز، هذا هو سياف. مبارك محمد بفالح بسيف الشامسي على المركز الرابع الآن، والمركز الخامس معك يا بن منانة أدهم سالم بسعيد بن منانة. يا سلامي عليك يا الكتبي، يا سلامي عليك يا السويدي، يا سلامي على هذه الأسماء. بينما الدخول من شعار بندري وصل أيضا على المركز الآن السادس، وعينه يتبع طريق المقدمة، يتبع القيادة ويبحث عن السيادة والريادة، قيادي من الدرجة الأولى، لما لا ويحمل هذا الشعار المرصع بالذهب، شعار الشبلة وشعار الكثير من الإنجازات. أمانة التاريخ يتحدث مبتسما مع هذه الشعارات. عودة إلى المركز المتدخل وانتقالة سريعة من مركز إلى مركز. الله يا الطليلي راشد بن مهير بن سعيد الكتبي، وهذا الطليلي المنطلق والباحث أيضا عن الناموس والباحث عن الصدارة وعن المقدمة والباحث أيضا عن نقطة ثمينة في هذا السن، سن الإمتاع. انطلاقة سليمة وموفقة من جراح حمد بالعصري بالحب. حمد يا بالعصري
يا بالعصري يا بالعصري. الله 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 الله. زاوية أخرى هناك، زاوية أخرى يا الحبسي على اليمنى، تبحث أيضا عن الذهب، تبحث أيضا عن الفوز، تبحث عن الناموس، تبحث عن الانتصار. هذا البطل اللي هو يبحث أيضا عن فوز وعن نقطة وعن صدارة. يا سلامي عليك، ينتقل من مركز إلى مركز، هنالك وصوله مميز، وكذلك هجام، هجام وهجمة، هجمة مرتدة وغيره. الله 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 الله. يا سلام يا سلام يا سلام. قوة وتحدي وإثارة، ولكن المقدمة الصدارة والقوة والحضور المميز من هذا السيف، هذا السيف البتار، هذا السياف الجارح. يا سلام يا سلام على مقدمة الشوط وعلى الصدارة. مبارك محمد وفالح الشامسي على المركز الأول، والمركز الثاني شباب خميس محمد وخميس بن عويض المريخي على المركز الثاني. الآن الدور دور المركز الثالث، وصل الجراح حمد بالعصري بالحب العامري على المركز الآن الثاني، والمركز الثالث بدأت الانضمامات القوية من هجام عبد الله بن ناصر بن سعيد بن محمد الكتبي. يا سلامي عليك يا الكتبي، يا سلام يا سلام يا سلام. هذا هو بدأ، هذا هو بدأ يضغط، بدأ يغير، بدأ يتحمل القيادة، يرفع راية القيادة والسيادة والريادة. يا سلام، شوفوا هذا المنظر إخوان، شوفوا هذا الكادر الأول الذي يرصد من الجعادين، من خيرة الجعادين، بحثا عن الناموس، بحثا عن الفوز، بحثا عن الذهب. بدأت الأسماء في قوة وفي انطلاق وفي صدارة وفي مقدمة، وهناك شوفوا، شوفوا هذا التجمع وهذه الكوكبة الرائعة والمميزة. يا سلام المشهر، اشتهر المشهر، المشهر يا سلام، وهذه الماركة الشهيرة. يا سلامي عليك محمد بغانب بن حتروس المنصوري، المنصوري المنصوري، وكذلك غيث النابة صالح بن سلم بن طالب بن عقيل دوت كم. هذا هو وصل يغير من مركز إلى مركز، تاريخه أيضا كبير، هذا الاسم الكبير، وهذا هو، هذا هو، هذا هو يبحث عن مركز متقدم. وأيضا الغزال راشد بن طالب بن راشد بن شريم، بن شريم بن شريم على المقدمة وعلى مقدمة الأسماء. يا سلام يا سلام يا سلام. كذلك جراح بالحب على المركز الثاني وعلى المركز الثاني والثالث، الثالث الثالث، هذا هو البترول محمد بن سهيل بن عويضان. ولكن سلاماتنا، سلاماتنا بلون الذهب، سلاماتنا بلون الفل وبالياسمين. هذا هو الغزال، هذا هو الغزال، هذا هو الغزال. سلام بن شريم، سلام، سلام الذهب، سلام. هذه لحظات الوصول، غزال راشد بن طالب راشد بن شريم، المركز الثاني جراح محمد بن العصر بالحب العامري، وفي المركز الثالث معك يا بن عويضان على هذا الفوز والامتاع بالمركز الثالث. والمركز الرابع، المركز الرابع سياف سالم بن مسلم بن قنزول كفو في اللحظات النهائية. وخامسا المركز الخامس ما قصر، اللي هو المشهر محمد بن غانم بن حتروش المنصوري. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بطل الأبطال هو الغزال في هذا الشوط، الغزال. التهنية لراشد بن طالب الراشد بن شريم المري، والتوقيت الزمني الواضح عبر الشاشات الناقلة ياس وغيرها من القنوات المنضمة تحت هذا السقف الراقي والمميز دائما وأبدا. لحظات الوصول، لحظات التهاني، ما شاء الله ما شاء الله، هنيالك على هذا الفوز. التوقيت الأفضل إذا 9:07 و7 من الثواني. هذه التهنية اللي مالك الغزال راشد بن طالب الراشد بن سريم المري. وفي المركز الثاني اللي أيضا ما قصر، عز الله أنه، اللي هو بالحب وبالعصري وجراح محمد بالعصري بالحب العامري، وتوقيت الزمني 9:08 و8 من الثواني. تهانينا والناموس. وفي المركز الثالث كان حضور رائع ومميز أيضا لهذا البترول المشتعل، أيضا 9:09 من الثواني. تهنيتنا الكبيرة لمالك البترول هذا العملاق محمد بن سهيل بن عويضان العامري والزميل حمدان اليحافي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أحمد بن طويلش الوهيبي.